أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يخرج مرتكب الكبيرة من دائرة أن يكون من أهل السنة والجماعة؟ هل يخرج مرتكب الكبيرة من دائرة أن يكون من أهل السنة والجماعة؟ يعني هذا ما حضر الدروس، هذه أول مرة يحضر. إحنا نشرح كلها سنين ونقول إن المسلم من أهل السنة والجماعة ولو كان فاسقا، هم من أهل السنة والجماعة ما دام أنه لم يكفر، وهم من أهل السنة والجماعة، لكن يكون فاسقا ناقص الإيمان ولا يخرج من الإسلام ولا من الإيمان، فهو من أهل السنة والجماعة. نعم.